عن مسابقة شجرة الميلاد للاحتفال بالعيد على مستوى شوي أوسع من جمعية العائلة وتقديم الهدايا على شكل جوائز. مسابقة الشجرة هي فرصة للمصممين والمهندسين وأصحاب الابتكار الجميل ليقدموا أجمل تصميم. كانت انه عن الحب، كلها عيات يعني بتحكي عن الحب، الديزاين تبعها في قلوب وفي في نور كتير، حتى الكراش تحت الاشخاص معمولين من اشياء كل الفنانين هن بس اللي بيستعملوا. رحت على سوق الخضره I had the idea انه اجيب boxes اكيد recyclable يعني مستعملين، بس دهنتون وكمان سي ديز عندي بالبيت صار في عندي كتير ما بدي اياهم، كمان I decided to recycle them. وشوفي شوفي بالبيت يعني كل شيء، ما اشتريت شيء، كل شوفي بالبيت طبيت قبل قماش امي مخبيتهم من زمان، نكشت شوفي بالعليه مثل ما بيقولوا ان بارانتيز. قررت انه استعمل الالوان الفضه مثل ما شايفه، دونك جبت الاسطر تبع الحمام اللي بيوصل الكابينه بالحيط والمصفية يلي بتحطيها بالمجلة، ووصلتهم ببعض بطريقة وإنه it's my own tree. قررنا إنه نجرب نحرم 10,000 سيجارة من السوق، سو من هون إجت فكرة الشجرة. استعملنا اللون الأبيض لأنه الأبيض أكتر شيء بدل الصحة، ورجعنا استعملنا البارب واير لانه البارب لما نخلي حدا يرجع ياخذ السواقير اللي نحن حطيناه هون، ومن ابشع شيء عملنا احلى شيء اللي هو شجره واللي هي كمان هالورده هذه حقدم لك اياها اليك. سو نحن قررنا نشترك بهيدي الكومبيتيشن كانجاز، اللي هي جمعيه لبنانيه بتتعاطى بكل شيء خاصه بالايكونوميك امباورمنت للتلاميذ اللبنانية. سو انجاز عندهم كتير بروجرامات اللي هاندز اون بيخلونا نطبق اشياء، فقررنا نفوت بهاي الكومبيتيشن نعمل شيء اوت اوف ذا بوكس. هيك كلهم عم يعملوا تريز، قررنا نحن نعمل شيء الوجن تري. والفكره هي انه تيم ورك، مثل ما بتشوفي كل واحد في هاز ان ايديا في تو امبلمنت ات، وهي الفكره من انجاز انه كل واحد عنده ايديا في يجي يطبقها. الفكرة يلي عم نعملها هي نحن عم نكون اللينك بين يلي عايز دم وبين يلي حابب يعطي دم، يعني نحن اللي عم نعمله هو داتا بيس شباب وصبايا حابين يتبرعوا بالدم. نحن هي الفكرة دوني سون كونتي اسمها، بس دوني سون دم كونتي. وعدين كل سنة نعمل كتير مسابقات ومعارض لفنانين وللشباب، وحبينا السنة على بواب هيدا العيد نعمل مسابقة لأجمل شجرة عيد الميلاد. أخذت كتير تحضير وكتير شغل، بس أخيرا عنا الشجر هلأ معروضين، وقلنا من بكرة بكير عم نحضر كل جمعية وكل جروب عم بيحضر شجرته، وأخيرا نجحنا بهالشي ورح يبلش التصويت من جمعة الجاي، وعنا توزيع الجوائز رح يكون بحفل رح يكون كمان بفرع ديزاين سنتر بديسمبر 18. رح تتوزع فيه جوائز لأحلى 3 شجرات، ومنتمنى عيد مجد للكل و عقبال كل سنة.